مصري. اول شيء اقول لكم السلام عليكم، كيفكم، اخباركم؟ باخذ رز مصري عشان ابغى اسوي ان شاء الله كشري، جاء على بالي مره نفسي فيه. الله ما شاء الله تبارك الله، خلاص. طيب انا دحين فين رايحه؟ رايحه على المشتل، في مشتل هنا قريب من بيتي، على اساس انه هذه النبته عندي طولت وصغر عليها الحوض، فكذا حرام حتموت لانها ما شاء الله تبارك الله كبرت، فلازم اغير لها الحوض، اخذ لها بصيص او حوض او اللي هو هذا المركن اللي هي فيه، يكون اكبر شويه. شوفوا ما شاء الله، هذا هو المشتل ما شاء الله تبارك الله. لا هو كيف ما شاء الله، هذه الاشياء اللي تحتاج محميه. شوفوا ما شاء الله، مره المشتل يفتح النفس. دائما اجي، والزرع اللي زرعته قدام بيتي زرعته من عند هذا الرجال، عنده شتلات وحاجات مرة ما شاء الله تجنن، كل أنواع النباتات عنده. أنا قلت له ينقل البرشومي، هي نبتة برشومي اللي عندي، ينقلها في حوض، وحاخذ وصلة منها كمان أزرعها في حوض ثاني أصغر، وحشوف حشتري اليوم من عنده شتلة كمان إن شاء الله. شوفوا ما شاء الله أشكال وألوان النباتات عنده، مرة أعشق الخضار وأعشق النباتات وأعشق الزراعة. أتمنى يكون عندي مزرعة كبيرة إن شاء الله مستقبلا. من جد يا جماعة، الخضار في البيت يعطي روح. مشكلة ما أعرف كل أنواع النباتات، بس إني جالسة أفكر أخذ ورد المرة هذه، جالسة أفكر أخذ ورد، من يعرف صراحة، يعني عنده شتلات كثيرة هو. شوفوا ما شاء الله غير لي هي، لازم نغيرها عشان حرام جذورها تتمدد براحتها وما تموت. واخذت ثلاث شتلات ورد، وهذه الصغيرة راح ازرعها هنا في المركن هذا هدية، في واحدة طلبتها مني عزيزة علي، قالت لي ازرعي لي واحدة، انا ما اعرف ازرعها صراحة، خلي هو يزرعها لي وحاعطيها وهي تكبرها بمعرفتها. هذه الطاولة اللي كانت عندي في الصالة غيرتها، معلش على الصدى لأنه هنا المكان فاضي، نقلتها من الصالة من عندي وجبتها هنا. شوفوا كيف كانت، يعني تقريبا لها 3 أو 4 سنوات، ما قصرت يعني، عاشت فترة. شوفوا كيف صارت رجولها، خلاص مرة ما عادت تنفع، الطبقة اللي فوق كلها راحت. في ناس بتقولي ليه ما سويتي لها إعادة تدوير، بس خلاص يعني شوفوا كيف. فغيرتها طبعا، اليوم اضطريت اني يعني امر واغيرها خلاص، واجيب لي كوفي تيبل ثانيه، بالاضافه انه حجمها كان كبير. فصالتي الاولى كانت كبيره قبل ما انقل، بس صار ذحين اصغر، فكل ما صغر المكان كل ما احتجتي طاوله او كوفي تيبل تكون اصغر. طبعا ما ينفع مكان ضيق وانت تجيبي فيه طاوله تمسك لك نص المساحه، خاصه انها مربع. كمان لما يكون عندك مساحه ضيقه الافضل انك تحطي طاولة تكون يا بيضاوية يا دائرية الشكل، المستطيلة أو المربعة راح تمسك عليك مساحة أكبر. فأنا غيرتها، تعالوا نشوف الثانية اللي اشتريتها. هذه هي الطاولة الجديدة اللي أخذتها، أخذتها هذا هو شكلها بالضبط، لونها ذهبي كذا وصغيرة، بما يتناسب مع لون الصالة، فيها بني وفيها الخشبي وفيها الذهبي، هذه هي الألوان الدارجة فيها، ما يتناسب مع لون الصالة. طبعا لسه الصالة مكركبة إن شاء الله بروقها، بس قلت قبل ما افتحها اوريكم. هي اخذتها حجمها اصغر، لانه الصاله عندي اصلا صغيره، فتحتاج انه يكون فيها شيء يعني صغير. الطاوله الاول كانت كبيره عندي، وهذا شيء من اخطاء الديكور، ان الطاوله الكوفي تيبل لازم تكون حجمها مناسب لحجم الصاله. طيب حبايبي، انا كذا على عجاله اليوم،
مريت كده على السوق، كنت محتاجة طاولة زي ما قلت لكم للصالة، كوفي تيبل، وريتكم هي، واخذت كذا شويه اغراض على عجله، فقلت اختم فيها الفلوج هذا. اعرف انه اغلب المتابعين واغلب الناس يحبوا الهول او فكره المشتريات، وانا عن نفسي شخصيا من الناس اللي في اليوتيوب اتفرج على هذه الاشياء وافضلها، فقلت اوريكم يعني معايا ايش اخذت على عجله. كذا نتكلم بسرعه، اول شيء مريت على محلات الملابس، قلت كل عام وانتم بخير ان شاء الله، اخذ من بدري كذا ملابس قطعة قطعتين، ما احب اكثر في عيد الاضحى لا لي ولا لاولادي، يعني من قطعة قطعة خلاص تكفينا، مو زي عيد الفطر يعني. فقلت اخذ من ذحين قبل الزحمة. اخذت الشورت هذا الولدي الصغير، بس صراحة ما طقمت له عليه قميص او تيشيرت، ما حصلت شيء عجبني. واخذت له برضو الشورت هذا كذا للبيت او زي شورت السباحة، واخذت له هذه البيجامة، هذا التيشيرت تبعها، كل هذا الولد الصغير. واخذت هذه برضو البيجامة طالعة مرة النقشة هذه اللي هي تبع الحرب، هذا هو التيشيرت اللي معاها. واخذت هذا البنطلون الجينز اللي هو كذا اسود لونه فاتح كذا لولدي الثاني الكبير. هذا بالنسبة للملابس، أنا ما مريت صراحة الملابس كثير، أكثر حاجة رحت الأدوات الكهربائية، ولا لأني كنت محتاجة أهم حاجة عندي الراديو صراحة، أكثر ما رحت عشان الراديو. أنا مرة يهمني إنه يكون عندي راديو في المطبخ، أعشق إنه يكون عندي راديو في المطبخ، أحطه على إذاعة القرآن وأخليه أو في الصالة وأخليه طول اليوم شغال، يعني شيء مرة يعني حلو بالنسبة لي ما أستغني عنه. أخذت الراديو هذا يشتغل على الكهرباء، وزي ما يقول زي ما قال هو انه راديو ذكي يشتغل باليو اس بي وفلاش ميموري وفي اضاءه ويشتغل بسلك كهرباء وبطاريات. كان اول عندي واحد بس بطاريات، وكان يتعبني البطاريات بسرعه تخلص، فهذا كان اهم حاجه عندي صراحه. برضو كنت محتاجه ترمس القهوه او ثلاجه القهوه او زمزميه حسب ما تسموها، اخذت ثنتين على اساس تكون طقم عندي. انا طقم الضيافه عندي مع الاسف انكسرت ثلاجه الشاهي، فاخذت اثنين، واحد للقهوه وواحد للشاهي. برضو محل الادوات الكهربائيه اخذت سيراميك، بعد التجربه الفاشله اللي مرت علي وشرحت لكم في واحد من الفيديوهات، بعد ما اخذت واحد من موقع فان مارت كان للاسف مو حلو، اخذت واحد هو يقول لي ان درجه من شركه ال اس، يقول لي ان درجه حرارته جدا عاليه واحسن شيء في المحل، نجرب ونشوف. برضو اخذت الولاعة، اخذت الولاعة هذه، قال لي هو انها كويسة، المرة اللي فاتت يعني كانت للأسف سيئة وطلعت مكسورة اللي اخذتها من مركز دبشوات، هذه طلعها وجربها قدامي. ما ذكرت لكم اسعار بس بذكرها لكم اذا حابين في صندوق الوصف. اخذت السلتين البلاستيك هذه احطها في الممرات في الاسياب عزكم الله، لاني احب اغير واحده في الحمام الله يعزكم، واحده في السير، لاني احب اغير السلال هذه، احس انها تتوسخ من جوا وما ادري تصير بعد فتره كذا، ما ادري صراحه احب اغيرها. سعرها 5 ريال، ما كانت غاليه يعني. برضو انا اخذت لي للعيد ان شاء الله كذا، انه كانت انقطعت علي تقريبا 3 شنط، فاخذت هذه للعيد، اخذت هذه كانت اخذت ثنتين من نفس المحل وراعاني فيها، اخذت الواحده ب 35 ريال هذه وهذه. وبس حبايبي هذه هي الاشياء اللي اخذتها، كذا اكون وصلت معاكم نهايه الفلوق، ان شاء الله فلوق اليوم يعجبكم، فيديو اليوم يعجبكم. لا تنسوا دعمكم اشتراككم وكومنتاتكم، ابغى مشاهدات، ابغى لايكات، ابغى يعني احيانا اشوف مشاهدات واشوف تكون اكثر من لايكات، يا ريت انكم تحطوا لي بصماتكم الحلوه، تحطوا لي تعليقاتكم، احب اعرف ارائكم في المحتوى اللي اقدمه، او انكم حابين محتوى معين. الايام هذه انا قللت الطبخات، حسيت انه مشاهدات عليها اقل، لو حابين يعني انتم عاد قولوا لي يعني انتم ايش تفضلوا وايش تحبوا اكثر حاجه. اشوفكم في الفيديو الجاي وفي امان الله.